بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما باذن الله تلفزيون الحياه. النهارده هو يوم الخميس، بس احنا عشان خاطر حصل دروب الاسبوع اللي فات دوت وكان معانا ضيفه، فاحنا قلنا خلينا بدل الاثنين خلينا الخميس ومنورنا، ويا رب دايما نكون بنقدم لكم حاجات جديده. النهارده معانا ضيفه جايلنا من مشوار، عارفين الدنيا امبارح كانت سيول وكانت ضباب وكان في رعد وكان في برق، كانت ليله طول النهار ليل في مطره وفي حاجات، بس يوم جميل الحمد لله رب العالمين. بتنورنا مدام نسرين. النهارده جايه لنا منين؟ جايه لنا من بني سويف، هتعمل اكل حلو قوي. قالت لي انا هعمل بطايه كبسه علشان حبايبنا اللي صايمين يفطروا عليها بعد بكره، بعد بكره تقريبا يوم الاحد. وهنعمل برضو حاجات جميله لذيذه كده، ابتكارات يا رب تعجبكم. منوره، منور بيك يا شيخ. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مشوار كان صعب جدا والله. ربنا معاك يا رب، ربنا يخليك. الله يخليك. بس احنا سعداء ان انت جيت لنا برضه. انا اسعد والله، وبرحب بكل مشاهدي قناه الحياه، وان شاء الله باذن الله اكون ضيفه خفيفه عليهم واقدر افيدهم باذن الله. ربنا يخليك. اكيد ان شاء الله. طيب قلت لها انا عايز اعمل مشروب، هو ممكن ما يكونش مكتوب مقاديره، بس هي قالت لي لازم نعمل حاجه كده، لازم ارحب بضيوفي يعني الاول. طيب اتفضلي قولي لهم بقى. هنعمل مشروب بوريو، تمام؟ هو مش ميلك تشيك، هو بلاش عصير بلاش بوريو اسم عادي. بلاش تاني، تمام؟ بلاش بسكوت شوكولاته. بسكوت شوكولاته، بسكوت شوكولاته. مكوناته عباره عن حوالي كذا، نص كيلو لبن، حوالي مثلا 5 وحدات بسكوت، نص ربع لتر كريمه لباني، وعندنا يعني كوبايه كريمه لباني، وعندنا كمان حوالي 5 معالق سكر. جميل، يبقى 5 معالق سكر، كوبايه كريمه لباني، نص لتر لبن، وخمس ست وحدات من بواكي البسكوت اللي بالشوكولاته. بالظبط كده. يعني نبتدي الشغل بقى. لا، نايس ايس كريم يبقى ميلك تشيك. ايس كريم يبقى يقلب ميلك تشيك على طول. نحط بس كده، تمام؟ اساعدك. حطينا البسكوت اهو، تمام. بعد كده، بعد كده هنحط عليه اللبن، وبعدين السكر، تمام، والكريمه، والسكر والكريمه. جميل. طيب انا عشان الم الحاجه دي بس. مش موضوع بسيط قوي. مشروب، هو على فكره مشروب حلو قوي ومغذي كمان، يعني ممكن لاطفالنا. ايوه. لا دي بس ميزه الخلاط ده ان انت اما يكون في حاجه ناشفه تدوسي يشتغل، تدوسي يشتغل كده يعني، فهماني؟ لكن لو عايزه تشغلي القائد على طول حركه ثانيه. مشروب حلو قوي يا جماعه. بس كده خلص في ثواني، ما خدش اي حاجه. طب انا هرفع لك، تمام؟ عشان كان عندنا ضيفه قبل كده الله يمسها بالخير، تقيل شويه بنفرح غلط فدست غلط فغرق الدنيا. مش حاجه، نبتدي بقى نصب في الكوبايات. مشروب مغذي جدا جدا للاطفال، وخصوصا كمان في وقت المذاكره. طبعا اليومين دول بقى ايام طاقه، ايام المذاكره وايام الامتحانات. حلو قوي. جميل. طيب جداً. بعد ما عملنا المشروب يا ريت تكتبوه عشان احنا ما كناش كاتبينه، فهي قالت لي انا عايزه اعمل حاجه كده نرحب بيها بحضراتكم، فعملت المشروب ده. لكن مقاديره زي ما قلنا، نص لتر من اللبن، وخمس ست بواكي من بسكوت الشوكولاته، وكوبايه كريمه، ونقول نص كوبايه سكر. شكله حلو قوي، ممكن يتحط له بقى على الوش شويه كاكاو، ممكن يتحط كريمه، ممكن يتحط ايس كريم، ويبقى ميلك تشيك شوكولاته. جميل. طيب دلوقتي بقى هنقول مقادير بتاعه الكبسه، الكبسه البط. كبسه البط بقى عندنا طبعا احنا عاملين الشوربه قبل الهوا بس عشان وقت البرنامج، تمام؟ مش حاطين فيها اي حاجه غير لا يعني انا يعني انت قولي المقادير وانا هفهمهم احنا عملنا ايه دلوقتي. أوكي. عشان أوكي. بس ما نلخبطش. تمام. عندنا مقادير كبسه البط عباره عن ملح وفلفل وورق لورا وحبهان، حوالي ربع كيلو رز. نص ده نص، ماشي، نص كيلو رز. احنا مش هناخده كله ان شاء الله، هناخد ربع كيلو رز بس. عندنا حوالي عودين قرفه خشابي، عندنا 2 ليمون اسود، تمام؟ عندنا جزرايه مبشوره، عندنا جنزبيل فريش، تمام؟ صلصه حوالي 3 معالق، شطه، كزبره، كمون، كاري. بقرب المسافات اهو عشان بس ايه
نبقى ورق لورا طبعا، حبهان، قرنفل حوالي وحدتين قرنفل، عندنا الثوم، وعندنا بصل حوالي بصلايه مقطعه صغير قوي. طيب. واللوز، اللوز فيه هيتحمر ويتحط على الوش، وفي منه هيدخل في قلب الكبسه اللي هو مش متحمر، اللي هو مش متحمر. طب انا هقول لهم بس كده بطريقه سهله. في بطايه احنا بس عشان اعرفكم احنا عملنا ايه، احنا سلقناها وبعدين صفيناها وحطيناها مع الشوربه عشان تكمل تسويتها، عشان هتاخد وقت في التسويه. احنا دايما الكبسه بتبقى مثلا لحمه مستويه ثلاث ارباع سوا، لكن البطايه مش هنقدر ندخلها جوه الرز، فهناخد الشوربه بتاعتنا نعمل بيها الرز بتاع الكبسه بعد البطايه ما تستوي. انا عندي بطايه سويتها اهي، حطينا عليها كل البوكيجرني بتاعنا بس صفيناها عشان يبقى عندي الشوربه متصفيه جاهزه، وكده ادي البطايه اهي، هنسيبها كمان على النار. اما بقيه مكونات الكبسه فهي عباره عن ربع كيلو من الرز المنقوع، في بصل، ثوم، كزبره، شطه، زبده، ليمون ناشف، ثوم باودر وبصل باودر، وعندنا كمان جزر مبشور وقرفه خشب وحبهان وقرنفل ورق لورو ولوز متحمص ولوز مش متحمص ني يعني بس متقشر. جميل، اتفضلي. تمام، بس هنبتدي بقى الشغل. هنبتدي لحظه بس هطلع لك البطايه. تمام، انت قلت لي انا عايزه ندخلها الفرن، بس انت هتحط على وشها حاجه صح؟ طبعا. طب عايزين نقول لهم بقى الأول. الحاجه اللي هنحطها هي كده، عايزه بس طبق احط فيه الخلطه اللي ادي البطايه. تمام، وبعدين ده الشوربه بتاعتنا بتاعت التسويه، هجيبها لك هنا عشان تحطي عليها اللي انت هتحطيه. تمام، يلا بينا. هعمل بقى ايه؟ هعمل لها خلطه، اجيب لك بوله هغلفها بيها. عايزه بوله. حاضر، بعد اذنك. الخلطه دي ما كانتش ما كنا مش يعني مش في المقادير بتاعه ال مش هي حاجه بسيطه، مش في المقادير يعني بتاعه الكبسه. اتفضلي. حاجه بسيطه، مش ده توم باودر؟ ده توم باودر. حوالي نص معلقه بالظبط. جميل، بصل باودر. جميل، تمام. شطه، شويه شطه بقى. استنى اجيب لك معلقه صغيره. اتفضلي. شطه حاجه بسيطه، وطبعا على حسب الرغبه برده، رشه. يعني اللي ما بيحبش عادي ما فيش مشكله. جميل، تمام. عندنا كمون حاجه بسيطه برده. وانت لسه متوتره؟ لا خالص. امال ايه؟ حاسس بكده؟ لا خالص. احنا هنا بالعكس، احنا هنا في بيتنا، عارفه كانك واقفه في المطبخ أكيد. بتاعك اكيد. كانك واقفه بتعملي يعني دايما كل ضيوفنا اللي بيجوا في البدايه بيبقوا متوترين، بس يعني الموضوع هتلاقوه كده لذيذ ما فيهوش اي حاجه. سهل، جميل جدا. وكفايه ان انا مع الشيف يسري. ربنا يكرمك يعني. ربنا يخليك يا رب. طيب احنا حطينا هنا تاني، حطينا توم باودر، بصل باودر، بصل وشطه، باودر، شطه، كمون، كمون بسيط جدا. اوكي، وكزبره برده بسيطه خالص، كله حاجات صغيره كده، حاجات صغيره بس تدي نكهه كده. جميل، وجنزبيل وشويه جنزبيل. اوكي تمام. وعندنا ايه تاني؟ الصلصه. ممكن الصلصه بقى حوالي معلقتين، معلقتين كبار من الصلصه، معلقتين كبار. جميل، عايزه بقى شويه زيت. زيت اهو، على زبده. ادي الزيت. عايزه زبده، احاول بس اسيحها علشان حاطه. طب ثواني ثواني بس، انت خليكي زي ما انت، انا اعمل لك اللي انت عايزاه. ماشي، عشان انت هنا يعني مش عارفه اماكن الحاجات. احنا هنا هسيح بس وحدتين زبده كده، معلقه زبده يعني، معلقه حوالي معلقه او معلقتين. اوكي، عشان طيب تدي بس طعم للبطه، واحاول اخلط بيها ال. طيب احنا هذكركم بس هنا الخليط ده شكله حلو قوي، في توم باودر وفي بصل باودر وفي كزبره وشطه وكمون، نسينا حاجه، وصلصه طماطم معلقتين كبار اهم، فلفل اسود، وحطت شويه زيت، وهنحط عليه كمان شويه من الزبده السايحه، يبقى زيت وزبده. زيت عادي، اصل انا جبت لك زيت زيتون. فلفل اسود اهو. تمام، انا مش حاطه اصلا في الشوربه. طب هل دي بقى بالنسبه لاصدقائنا اللي هيفطروا على ديك رومي، ينفع بعد ما اسلق الديك الرومي نحطها على وشه وندخلها الفرن؟ اكيد طبعا، الخلطه دي تنفع لاي طيور، بتبقى تحفه جدا. تنفع للفرخه المسلوقه، تنفع للفراخ، تنفع جربوها. للحمام، للسمان، للبط. يا سلام بقى لو حطينا للديك الرومي شويه سكر او معلقه عسل. طبعا اكيد هتدي طعم حلو جدا. هتدي لمعه اكتر، وهتدي كمان تكسر الحده الموجوده في الصلصه. بس يعني
جميلة. ممكن نحط سكر مفيش مشكلة. اوكي. هات شوية سكر يا أحمد من فضلك. طيب أدي الزبدة السايحة معلقتين أهم. تمام. وعندنا معلقتين من الزيت، معلقتين من صلصة طماطم، توم باودر، بصل باودر. تمام. وشطة وكمون وكزبرة وملح. مش هنحط وفلفل. الكمية كلها كمان يعني حاجة بسيطة خالص. الزبدة خلاص. نبتدي بقى نقلبها. أجيب لك جوانت عشان ت ولا هتدهني بالفرشه؟ انا ممكن ادهن بالفرشه مفيش طيب. مشكله بس لا عشان الوقت بس اسرع شويه لان انا شايف حضرتك مسترسله يعني خايف الوقت يعدي واحنا لسه ما خلصناش الحاجات طبيعي. لان احنا عندنا حاجات كتير. جميل. يبقى احنا حطينا شويه سكر صغيرين اهم. تمام. طيب ناخد بقى كده عليها. تمام. وبعدين بالفرشه ندهن الفرشه اهي. طيب اتفضل وندخلها الفرن. تمام. طيب اشغل لك الفرن شوايه بقى ولا فرن عادي؟ فرن عادي وبعد كده هنشغل الشوايه من فوق شويه. جميل. يبقى احنا حطينا زي ما قلنا لسه ما دخلناش على موضوع الكبسه. عايز مصفى يا احمد من فضلك موجوده؟ اصفي لك الرز انت على بال ما تدهني كده. تمام. يبقى احنا ايه بنستغل وقتنا برضه. هذكركم الخلطه اللي هي بتحطها على البطايه دي ايه؟ الخلطة دي عبارة عن صلصة طماطم معلقتين، معلقتين زيت ومعلقتين زبدة سايحة وشوية ملح وشوية فلفل وشوية من الكزبرة الناعمة وشوية كمون وكمان رشة شطة وتوم باودر وبصل باودر. بس خلاص كل ده حطيناه. تمام. هندخلها بقى الفرن. طب سيبيها ندخلها ويلا بينا نعمل مع بعض الرز. بسم الله. الرز صفيناه. تمام. وادي الكزرونه. خلي بالك انا الشوربه اهي عندنا سخنه عادي هشيلها لك بس هنا اهو عشان ناخد منها اللي احنا عايزينه. هناخد من شوربه البط دي. احنا صفيناها ليه؟ علشان نشيل منها الدهون الموجوده ونشيل منها الخضروات عشان اما تيجي تتحط على طول ما تبقاش فيها لا دهون ولا فيها خضروات. هنحط الزبده. زبده بس ولا زبده وزيت؟ شويه زيت. الزيت هناك اهو. تمام. علشان طبعا الزبده ما تحرقش بنحط شويه زيت. جميل. عليها. تمام. جميل. زيت وزبده. وبعد كده هنبتدي نحط البصله. اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنقلب شويه يعني ندبل البصله شويه كده تبدأ يعني ما بنسويهاش. لا 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 مش هنسويها يا دوب بس تصفر ونبتدي نحط عليها الثوم. جميل. تمام. طب اما بس يا دوب كده تشم النار كده بس شويه الزبده تسيح كده معانا. ممكن نعلي. لا شغاله. تمام. ما تقلقيش. يبقى احنا حطينا هنا زبده وزيت وحطينا عليه البصل. زبده وزيت وعليه البصل. وبعدين وبعد كده هنحط عليه التوم. شويه ثوم مش كتير. حوالي فصين. حوالي فصين ثوم مدويين. نعم. طيب سؤال بقى اللي انا بساله لكل ضيوفنا المعتاد بقى. اتفضل. يعني حضرتك خريجه ايه؟ أنا معايا ليسانس حقوق وماجستير في القانون. ماجستير في القانون ما شاء الله. طيب جميل. عشان لو واحد عنده مشكلة ولا بتاع قانونية حضرتك تحت أمرك. تحلها لي. أنا أحوال شخصية. يا ربنا يقويك يا رب. الله يخليك. مارستي بقى مهنة المحاماة ولا ما مارستهاش؟ لا والله لا ما مارستهاش بصراحة. مارستي مهنة الطبخ. مارست كذا مهنة عندي يعني بصراحة كذا صنعة. كذا ميزة. الحمد لله. طيب. بشتغل في الديكور كمان. وممكن ميك اب ارتست في بعض الاحيان. طب ده ملوش دعوه بالموضوع خالص يعني ملوش دعوه بموضوع الحقوق. بص حضرتك هو اللي بيفهم في الديكور بيفهم في كل حاجه. طبعا طبعا. لا اللي بيفهم في الفن عامه يعني هو هو كله فن. نعم. فن الطبخ بقى ميك اب ديكور. جميل. طيب احنا حطينا البصل والثوم جبنه مع بعض. هنبتدي بقى نحط التوابل كلها عليه علشان ايه تاخد البصله تاخد النكهه شويه من الكمون. تمام. شوية من الكمون. والكاري. شوية من الكاري. اوكي. وبعدين البصلاية الجزراية. الجزراية. اوكي. ورق او عيدان القرفة. عيدان القرفة. يلا وايه تاني؟ واللورة. ورق اللورة. والمستكة والحبة قصدي الحبهان والقرنفل. والحبهان. جميل. وبعدين كام ليمونة؟ نديها تشويحة كده. كام ليمونة؟ نديها تشويحة وبعدين نحط الليمون الأسود عليها. نعم. ماشي ليمونتين أو ثلاثة. تمام. جميل. بس خلاص هنحط بقى الصلصة. صلصة الطماطم. صلصة الطماطم عليها. أوكي. على طول. تمام.
سخن لك الميه ولا هتاخد الشوربه بتاعتك؟ لا عندنا شوربه طيب. بط طيب مش معقول هنسيب الشوربه يعني؟ لا انا بس انا اللي نسيت ربنا يكرمك يا رب منور. لا انا نسيت انا تخيلت ان احنا بنعمل رز عادي يعني. تاني احنا حطينا كل الحاجات، هنحط عليها بقى الشوربه. هنحط بس الشوربه اهي. قد ايه بقى يعني؟ حط براحتك بقى، ده رز بسمتي عادي كفايه، مفيش تعجين ولا في اي حاجه، كفايه ما بيقلقش. كفايه. طيب يبقى احنا حطينا هنا كل المنكهات، الحته حلوه قوي كل المنكهات دي، هننزل عليها بس عندنا بالرز. بس هنحط بس شويه ملح. ملح اهو، شويه ملح بالظبط. وايه تاني؟ وفلفل اسود. وفلفل اسود، فين الفلفل؟ اهو. طيب وهنحط الرز يا جماعه، هنحط الرز بس. وهنسيبه يتشرب معانا او يستوي معانا لغايه ما نرجع من الفاصل، ما حدش في اي مكان، عشان دايما هتشوفوا الممتع والجديد، وهتشوفوا كبسه بالبط جديده وشكلها حلو مع مدام نسرين اللي منورانا من بني سويف. يا رب تكونوا مستمتعين معانا، خليكم معانا لبعض الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، منورانا مدام نسرين. نسرين كان زمان شيف نونة. كان زمان الله يرحمه بقى مصطفى حسين واحمد رجب الله يرحمهم، يعني انا يا ربنا يسامحني في اللي هقوله ده، انا بعتقد ان اللي بيموت ما بيجيش حد يسد مكانه، وخصوصا مثلا رسام عالمي زي مصطفى حسين الله يرحمه في الكاريكاتير، وكاتب ساخر زي احمد رجب الله يرحمه، او جلال عامر، او الناس اللي هي يعني افتقدناها بجد. فكان في ممثله اسمها نسرين، فكان في واحد اسمه عبد الروتين بيجيبوه كده، يعني ايه الراجل اللي بيحب الروتين قوي، فاكره ياسر؟ لا عبد الروتين ده كان هو لابس نظاره كده وحد بيعشق الروتين يعني. فكان يقول بيسالوه بقى انت بتحب مين في الفن؟ قال لهم انا بحب نسرين، عشان النسرين يعني، فاهم انت؟ نسرين دي ورده جميله في الجبل. لا ده هو اصله نسرين، ورده بيضاء عشان الخيط بتاع النسر يعني. ده معنى الاسم. طيب احنا دلوقتي هنعمل كفته اختراع بتاع مدام نسرين. دي كفته نونه. تمام اتفضلي. كل اللي باكلها له يعني، ده اختراع انا اللي اخترعته بصراحه، واخده عليه براءه اختراع والحمد لله الكل بيشهد بيها، فقلت اعملها لكم النهارده ان شاء الله. طيب قولي بقى مقاديرها وبعد كده نقول مقاديرها. اتفضلي. مقاديرها عباره عن عندنا هنا نص كيلو لحمه مفرومه، طبعا انا معصجاها بس عشان وقت البرنامج. عندنا حزمه شبت وبقدونس وكزبره. يعني ثلاث حزم بس ولا حزم على بعضه؟ مع بعض يعني. أوكي. عندنا طماطم مقطعه. عندنا صلصه. حوالي ثلاث معالق. عندنا فلفل الوان وفلفل شطه. تمام. عندنا اثنين بيضه. عندنا توم باودر وبصل باودر، كمون، كاري، شطه، كزبره. اوكي. وبقسماط طبعا وملح. اقول لكم انا بالطريقه بقى بتاعتي بقى. تمام. عندنا حوالي نص كيلو لحمه معصجه، نص كيلو ثلاث ارباع كيلو حسب عدد افراد الاسره يعني، ويعني معلقتين بقدونس مفروم، معلقتين كزبره مفرومه، معلقتين من الشبت المفروم، وطماطميتين متقطعين مكعبات، معلقتين صلصه طماطم، ثلاث سمرات فلفل الوان، وقرن فلفل حامي، وتوم باودر وبصل باودر، ورشه كمون، وبيضتين، وكزبره خضراء، وشطه، والبقسماط. البقسماط بقى هنلم بيه، هنلم بيه العجينه. طيب يلا نشوف هنعمل اول حاجه هنعملها، هنحط اللحمه. معلقه. حاضر. اللحمه المتعصجه. هنحط اللحمه المتعصجه. طبعا عارفين كله ايه، كله عارف يعني تعصيج اللحمه بيبقى ازاي. لسه معصجها لهم امبارح. تمام. امبارح. حاجه سهله قوي يعني، بصل على بيتقلب شويه. تمام. بعدين وبنحط عليه بقدونس اللحمه وخلاص. طب انا طب طالما انت هتحطي كله على بعضه، طب ما نحط كله على بعضه. طيب نضيف على طول بقى عشان خاطر ايه، انت هتاخدي واحده بواحده كده، احنا نستغل الوقت اسرع. تمام. اخر حاجه البيضتين هنفتح نحطهم كلهم. طيب عليها برضو على نفس الخليط. على نفس الخليط. طب وادي واحده بيضه وادي الثانيه اهو. تمام. وبعدين التوم باودر وبصل باودر، وايه تاني؟ كمون. كمون ورشه كمون صغيره. ايوه ورشه كاري صغيره بالظبط.
ورشه شطه ولا بلاش؟ رشه شطه بسيطه. طيب بحب اللي ما بيحبش الشطه ما يحطش، ما يستعملش الشطه. ادي الكزبره تمام، وادي الشطه، شويه ملح، حاضر، وفلفل، وادي ملح وفلفل تمام. ده كده بقت زي السلط بالظبط. وبعدين بقسماط، وهنحط بقى البقسماط نلم بيه العجينه على حسب بقى ما بنلم العجينه. تمام تمام. طيب نرجع نذكركم تاني، نص كيلو، نص كيلو من اللحمه المفرومه المتعصجه انا بلمها بايدي بصراحه، وبعدين عندنا بيضتين هي لازم تتلم بالايد. طب اجيب لك جوانت؟ حاضر تمام، حاضر من عينيا. في عندنا هنا اهو واحد اهو، مفيش مشكله. طيب يبقى احنا عندنا زي ما قلنا نص كيلو من اللحمه المتعصجه، معلقتين بقدونس، معلقتين كزبره، معلقتين من الشبت اتفضلي، وطماطميتين متقطعين مكعبات، وثلاث سمرات فلفل الوان، وفلفل قرن، فلفل حامي، وايه تاني؟ بقى البهارات، توم باودر، بصل باودر، كاري، كمون، كزبره، شطه، ملح وفلفل، واثنين بيضه والصلصه. البيض طبعا ده اللي بيمسك لي العجينه كلها مع بعض، وشويه بقسماط، شويه بقسماط تاني. احط لك صلصه؟ طيب قد ايه بقى؟ احطها كلها. كلهم حاضر. خلاص احنا حطينا المقادير دي كلها. طب الكفته دي انت بتصبعيها ولا؟ لا لا، دي انا بفردها في الصينيه، بدهن الصينيه بالسمنه تمام وشويه زيت برضو، وبعدين بروح فارده فيها العجينه كلها. يعني بتبقى عامله زي صينيه الكبيبه بالظبط. جميل. طيب احنا كده حطينا كل الحاجات اهي تمام، شايفين؟ بس عايز امسكها احطها شويه. انا بس عايز، في ليا صديقه من المملكه العربيه السعوديه ببعت لها تحياتي، مدام هاله اللورد. مدام هاله اللورد هي احدى مسؤولات الصفحه بتاعتي الشخصيه. مدام هاله بعتذر لها، لان طبعا احيانا بيبقى في ضغط كتير جدا على التليفونات زي النهارده مثلا، فما تلاقوا في النهايه ما بيوصلش تليفونات، يعني من كتر الضغوط ممكن ما يوصلش التليفون. فانا بعتذر لها لان بتقول انا بحاول اكلمك كتير مش عارفه توصل لنا، وكل اللي مش عارفين يوصلوا لنا. يعني انا بعد الهوا بيجي لي تليفونات شخصيه كتير جدا بيقولوا لي ان احنا مش عارفين نوصل لك عشان خاطر نكلمك على الهوا، فمعلش عذرا عذرا. طيب هنفردها طبعا، احنا دهنين الصينيه بالسمن تمام، وبنبتدي نفردها عادي كانك مثلا بتفردي بسبوسه، بتفردي بسطة فلورة. هتحط على وشها حاجة؟ تمام، بنحط على وشها ايه؟ شوية زيت بسيط خالص بس عشان اللمعة بتاعتها. طب السؤال بقى، هي بتاخد وقت في التسوية تاني خالص؟ في هي كده مستوية كلها، تاخدش بس يعني الشواية الصغيرين دول عشان البيض، هي يا دوب بس بتاخد الوش والبيض يستوي وخلاص، لأن معظم الحاجات كلها مستوية وبتتقطع يعني. طبعا باردة لازم نسيبها تبرد شوية علشان خاطر تطلع ايه مظبوطة، وكل خرطة بخرطتها. حلو قوي. طب أنا هدخل دي الفرن وأروح أبص على البطاية كده أخبارها ايه؟ لان احنا نسيناها باين. زي الفل اهي، ندخل دي مكانها تمام، ونوريها لكم دلوقتي بعد ما تطلع. ولكن البطايه اهي، والرز اخباره ايه؟ بسم الله اهو. يا مدام كريمه، الو الو، مدام كريمه سامعاني؟ ايوه سامعه حضرتك. ازاي حضرتك، اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الله يخليك. الله يكرمك. طبعا منور والله، انت ومدام نسرين بجد انا بحييها. ربنا يخليك. ربنا يخليك، ربنا يبارك لك يا رب. وعايزه اقول لك بجد انت ونعمه الشيف ونعمه الاخ طبعا، انت عارف طبعا ان احنا بنتمنى لك كل الاحترام. يا رب يبارك في عمرك. طبعا بعت لك كمان رساله من كل حبايبك في اسكندريه امبارح، بيقولوا لك بقى ان احنا عايزينك ان شاء الله تنورنا تاني عن قريب، لان في ناس كتير جدا جدا عايزين يتواصلوا طبعا معاك، فانا قلت لهم لا ان شاء الله طبعا. دايما من محبي اسكندريه، ودايما لما بيجي ان شاء الله هبقى انوه طبعا معاك على وجودك، علشان الناس كلها عايزه انها تشوف حضرتك طبعا. حاضر ان شاء الله، قريب قوي نجي لكم ان شاء الله. بنبعت سلام خاص لكل حبايبنا في اسكندريه، واسكندريه وحشاني والله. ربنا يخليك. وممكن بس كنت عايزه اعمل تهنئه من فضلك. اتفضلي.
ربنا يخليك. طبعا امبارح كان فرح ابن مدام ناديه في اسكندريه، فانا ببعت لها كل التهاني ليها ولابنها وزوجته. طبعا كانت امبارح اموره وما شاء الله، ربنا يا رب يبارك لكل عروسه وعريس وكل اللي يعني داخلين على الزواج، ربنا يا رب يصلح حالهم. وطبعا بحييك يا شيف يوسفي، وببعت كمان سلام خاص لمدام حسين حبيبتنا طبعا في اسكندريه، دايما نجمعها كل حبايبها حواليها بجد. ربنا يا رب يبارك لك ويبارك للحياه طبعا، ان دايما مجمعه حبايبها وبتطلع كمان المواهب الجميله الحلوه. وببعت تهانيك طبعا للمدام نسرين. ربنا يخليكي، ده احنا اللي سعداء بسماع صوتك مدام كريمه، وبنهني برضو ابن صديقتك على فرحه، وبنبعت سلام لمدام هيام وكل حبايبنا في اسكندريه. يا رب كل الناس تكون بخير. شايفين ادي شكل البطه بعد ما استوت، ان شاء الله بالهنا والشفاء يا رب تعجبكم مع الرز. احنا قلنا هنحط بقى اللوز، هنزوقها طبعا باللوز. باللوز خلاص كده حوالين داير كده. كنا حطينا قبل ما نحط البطايه، بس يلا مش مشكله. دلوقتي احنا حطينا الكفته جوه في الفرن زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ هنقول على نوع من الانواع السلطات الخفيفه. ده بمناسبه بقى ايه شم النسيم والناس اللي ما بتحبش فضل تاكل رنجه وفسيخ وسردين والكلام ده كله، عاملين لهم حاجه خفيفه كده. جميل. وممكن تنفع كمان للاطفال. طيب جميل. احنا هنقول على شكل و مقادير الطبق بتاع السلطه الخفيفه ده، ولكن بعد ما نستاذنكم ناخد فاصل سريع. بعد الفاصل هنظبط الدنيا كده ونطلع الكفته ونقدمها لكم، ولكن محدش يرفع المكان لان الممتع والجديد دايما هتشوفوه برنامج المطبخ مع الشيف يسري، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع مدام نسرين البطه بالخلطه، بالرز بالخلطه اللي هي الكبسه، وكمان الكفته شكلها حلو قوي يا جماعه، يعني اي حد يشوفها يقول دي بسبوسه او كده. وبعدين عملنا كمان مشروب، سبحان الله شايفه بقى عمل ثلاث الوان. عمل هنا بني، وبعدين هنا بيج، وبعدين تحت بني غامق. سبحان الله لوحده احنا ما تدخلناش يعني. ديكور ديكور. والله سبحان الله يعني، وده منظر جميل ابداعي. وهبص كده على الكفته، بس الكفته احنا طلعناها عشان كنا عاملين قبل الهوا شويه، بس هي كده خلاص فاضل لها ثواني ونطلعها. كمان السلطه مقاديرها بقى هي مقادير بقى سلطه التونه عباره عن ايه؟ عندنا علبتين تونه. تمام. عندنا نص بصلايه مقطعه صغير قوي. عندنا زيتون، زيتون اسود واخضر. عندنا طبعا ليمون اكيد. وعندنا فلفل الوان، جزر مبشور. كله على بعضه برضه، كله على بعضه يعني علبتين تونه والبصل متقطع. تمام. وبعدين فلفل الالوان، فلفل الالوان، شويه زيتون. وبعدين ناخد شويه زيتون وناخد معانا اتصال. يا استاذه حنان. لا الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك يا شيف يوسف؟ انا بخير لما بسمع صوتكم، ربنا يخليك يا رب. انا حنان من عين شمس يا شيف يوسف. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. اهلا بيكم بضيفتك العزيزه. ازي حضرتك يا شيف يوسف؟ تسلم ايديكم. اشكرك، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. تسلم، ربنا يخليك. لو سمعت يا شيف يوسف، عايزه ابعت سلامي الكريمه. ايوه. اسكندريه. وبقول لمدام ناديه الف الف مبروك على ابنك عمرو وعقبال حازم ان شاء الله، وربنا يدوم عليك الفرح يا رب. واحنا كمان برنامج المطبخ والشيف يوسري بيهني. من فضلك هسالك سؤال يا شيف يوسري. مدام ناديه اتفضلي. عايزه طريقه ايس كريم سهله بس من غير كريمه الخفق يا شيف يوسري، يعني يبقى سهل كده وكويس يعني وبيتوتي كده يا شيف يوسري. ما عايز اقول لك حاجه، هو احنا بس قول لي على العصير اللي عملته. حاضر حاضر، من عينيا. شكرا يا شيف يوسري. تحت امرك، بشكرك على اتصالك وهجاوبك ان شاء الله. حاضر. هنبتدي بقى نحشي نحشي الطماطم بالخلطة اللي احنا عملناها، اللي هي التونة مع الخضار مع الزيتون. تمام. حلوة يعني، حاجة خضروات جميلة، حاجة حلوة للأطفال كمان. شم النسيم كلنا بنقعد ناكل فسيخ بقى ورنجة، وهم يا عيني يقعدوا غلابة كده ما ياكلوش حاجة. ممكن نحط على وشها شوية بقدونس مثلا. وعندنا موتزاريلا كمان ممكن نحط. لو عايزة تدخلها فرن، لو حابين ندخلها فرن نحط على وشها شوية موتزاريلا. يبقى الخلطة اللي احنا حطيناها وتبقى وجبة سخنة. طب انا عندي فكره، ممكن تجربيها؟ ممكن. ممكن تحطي عليها شويه مايونيز. تمام، مكان هتبقى جميله قوي. هيمسكها، هيطعمها اكتر وهيمسكها كمان اكتر. طيب يبقى احنا عندنا علبتين تونه، وعندنا بصلايه مفرومه، وعندنا حوالي كوبايه فلفل الوان، ونص كوبايه من الزيتون الاخضر والاسمر. تمام. وكمان عصير ليمون
وجزر مبشور، كل ده بنحشي بيه الطماطم اللي احنا مقورينها وحلوه قوي برضه. وطبعا الخضار ده كله فايده يعني. جميل، واحنا ممكن نحط على وشها شريحه ليمون كده، ايه رايك؟ ديكوريشن بقى في الاخر هنحط اكيد الليمون. جميل، انا بس عايز اقول لك ان احنا حلو يعني، فكرته حلوه في شم النسيم وسريع وسريعه وسريع. وبعدين الواحد بس ياخد، خلاص خلصنا، ياخد كام طماطميه؟ اعمل الكميه اللي انت عايزها بقى. لا ياكلها يعني، ياكل كام وهي دي كمان حتى الباقي منها ينفع سلطه وينفع يتاكل لوحده. جميل. طيب ادي الطبق بتاعنا الاخير، ممكن كمان نغرفها هنا مثلا؟ لا خلاص، لا طيب. عشان ما نبوظش شكل الحاجه كده جميله. هنعمل دلوقتي بقى الحلو سريعا، هنقول مقادير. هو عباره عن جيلي بالزبادي والفكرة. هي اختراعها، هنشوف دلوقتي مقاديره ايه وبعد كده ناخد مع بعض الفاصل الاخير ونرجع لكم ونوريكم شكله. جيلي بالزبادي، اتفضلي قولي مقاديره. عندنا الجيلي بالزبادي والفاكهه، عندنا حوالي باكو جيلي تمام، ده جيلي توت. اي نوع يعني؟ ممكن فراوله نوع. ممكن زي اي نوع، بس هو توت بيبقى مميز شويه. جميل. عندنا 5 معالق سكر، عندنا 2 كوباية زبادي بس، وحوالي 1 كوباية ميه مغليه. كوبايه ميه مغليه اهي بالظبط. جميل، يبقى احنا عندنا كوبايه من الميه المغليه هنحطها على طول على الجيلي. على الجيلي اهي، كوبايه واحده بس علشان الزبادي ده كده كوبايه بس. تمام ماشي. وبعدين ندوب الاول الجيلي. عايزه بس مضرب سلك اهو، المضرب اهو، وهنحط الزبادي. ثواني بس نصفي. طب بس لا انزل اضرب ده عشان يدوب. تمام. الاول جميل، يبقى احنا حطينا الجيلي اهو مع الميه السخنه، بعد ما هيدوب هنضيف عليه السكر وندوبه، وفي الاخر هنضيف عليه الزبادي، ومش هنعمل اي حاجه غير بعد ما نرجع لكم من فاصل. ما حدش يروح في اي مكان، الممتع والجديد دايما هتشوفوه معانا ومع ضيفتنا الجميله مدام نسرين، ولكن بعد الفاصل. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، عملنا مع بعض البط بالكبسه، وعملنا كمان المشروب، وكمان هنا الكفته. دي كفته كنا عملناها قبل الهوا فقطعناها مكعبات، ودي الصينيه كلها او الطاجن اللي عملناها قدامكم، اللي عملناها قدامكم قلبناها اهي. هي المفروض طبعا بتقطع بارده، بس احنا بس حبينا نورينها لكم يعني. نعملها وهي كده. وبعدين الجيلي احنا حاطين هنا كوبايه من الميه السخنه مع جيلي. هنجيب بقى السكر. وبعد كده ايوه تمام تاني، وهنضيف الزبادي. نقلب علبتين الزبادي مع باكو جيلي توت بالظبط، وكمان مع سوري انت اديتيني فكره دلوقتي إيه؟ عشان كانت لسه مدام حنان كانت بتكلمنا من عين شمس عايزه تعمل ايس كريم، انا هعمل لها ايس كريم. ايس كريم زبادي بالتوت. تحفه، زبادي بالتوت ان شاء الله. بسيط قوي، هنعمله بسيط قوي، بس يعني انا اصل كريمه الخفق او الكريمه اللباني بتخلي الزبادي غني كده، بتخليه يعني ريتش شويه وبتديله. وبعد كده هنضيف بقى الفاكهه عليه. موز عليه كله؟ ايه هنسيب شويه مش لازم. جميل، يبقى عندنا كده ايه، موز وايه تاني؟ وفراوله. وفراوله، حلوه الفكره. جميل، اجيب لك كبشه بقى لو مخصوص تفضي بيها ولا بس. وبعدين هنحطه في القوالب. هنحطه هنا بقى لغايه ما يتجمد. بالظبط، حلو. طب بعد ما بيطلع كمان الزبادي بيدي لمعه فظيعه للجيلي. حضرتك ملاحظ اللمعه؟ طبعا كده اهو، ناخد هنا شويه كمان. طبعا الفكره بس كمان بيخلي الطعم بتاع الجيلي مختلف تماما، ما حدش اصلا بيعرف انه جيلي. يعني لا هو فكره حلوه جميله مبتكره، ممكن نحط دول كمان عشان خاطر ايه ما نسيبهمش. وبعدين هنوريكم شكله، لان هي عملت برضو قبل الهوا واحده كده او اتنين. واحده كفايه. جميل، ده شكله اهو. تمام، هنزوقه بس بالفراولة والموز. تلاجة مفتوحة. حلوة فكرة الجيلي دي، جديدة، وكمان ان هو مغذي عشان خاطر فيه زي ما قلنا زبادي، هيبقى طعمه حلو اكيد. ده التانية اهي،
ممكن ناخد برضو و... حلو قوي. انا بس عايز اقول ان احنا كنا سعداء بوجودك معانا النهارده ونورتينا وشرفتينا، وبجد عندك فكره حلوه قوي عن وعندك ابتكارات لذيذه، وكمان ربنا يبارك في حضرتك. اه والله في نكهات كمان في اكلك، اتعلمنا منك والله يا شيف يوسف. نعم اتعلمت منك كل حاجه يا رب يخليك، ربنا بجد والله من ذوقك ربنا يكرمك. عايز بس اقول ان احنا كنا سعداء بوجود مدام نسرين معانا النهارده منورانا. ده شكله اهو يتقدم كده لما يكون عندي. ممكن بقى لو حابين تجملوا اكتر حطوا شويه كريمه على الوش زي ما انتوا عايزين. بالزبط. بالهنا والشفا. الله يعني. كنت عايزه بس اقول حاجه فضل. قبل ما نختم، كنت عايزه اقول ان انا مش عايزه اي ست بيت تدخل المطبخ وهي زعلانه ابدا. ليه بقى؟ لان اي ست بيت بتدخل المطبخ وهي زعلانه ومنكده كل الطاقه السلبيه بتطلع في الاكل بتاعها. تمام؟ دي كلمتي انا عايزه. انا بقولها دايما. انا كمان درس تنميه بشريه. فعايزه اقول ان لازم قبل ما تدخلي مطبخك لازم تفضي كل الطاقه السلبيه اللي عندك، وترمي ورا ظهرك اي حاجه مزعلاكي علشان طاقتك الايجابيه تطلع لكل افراد اسرتك ولاولادك، وتعلي من مناعتهم ويبقوا زي الفل. انا اقول حاجه بس، انا دايما بقول لهم هنا في الاستوديو ان انا وانا داخل على باب الاستوديو هنا بقوم شايل كل اللي عندي ربطه وركنه بره الباب. أكيد. اخش اخلص الحلقه بتاعتي علشان انا لو انا جاي متنرفز او جاي عندي مشكله مش عايزها تظهر توصل لكم. انا عايز تشوفوا يسري بشكل كويس قوي بيطلع لكم طاقه ايجابيه. والاكل ما بيطلعش حلو كمان طبعاً. ده النفس. النفس بالظبط. النفس ان انا داخل بعمل الحاجه بحب. بالزبط. طول ما انا بعمل الحاجه وانا مبسوط وسعيد بتطلع زي الفل. بعملها انا بعمل لمين؟ لاولادي ولاهلي. انا بشكرك على الكلمتين جميل اللي انت. انا اللي بشكرك يا شيف يسري. وعايزه اقول لهم شعاري بقى دايما بيقولوا اضحك الصوره تطلع حلوه. شعار نونا بقى بيقول اضحك الاكله تطلع حلوه. اكيد اكيد. بشكرك وانا بشكر حضراتكم على حسن الاصغاء. بكره الجمعه هنعمل يوم للبريوش. البريوش مش هو بس العجينه اللي بتحط فيها البيض. البريوش فيه بريوش حلو، فيه بريوش حادق، فيه بريوش جديد خالص اختراع هتشوفوه بكرة مع الشيف يسري في برنامج المطبخ. زي ما بقول لكم كل يوم يا رب نحب بعض. سلام عليكم.